فوز مهم وكبير جدا ومستحق على حرس الحدود الذي كافح في حدود إمكانياته. لا يمكن إلا أن نقول للزمالك مبروك، 3 نقاط من فم الأسد، وحديث مهم جدا عن بعض اللقطات في هذه المباراة، وكلام مهم جدا بالتفاصيل عن هذه المباراة، ولكن حبيت أبدأ بالمباركة لنادي الزمالك. ومعانا ملف مهم جدا في هذا الإطار. أما ما أحب أن أبدأ به حلقة النهاردة فهي رسالة إلى الإعلام التونسي، رسالة إلى الإخوة الأشقاء في تونس، رسالة من كل قلبي من إعلام مصري ينادي بكل حب وبكل ود. لا يمكن أن تجعلوا من مباراة كرة قدم مدعاة للتفرقة. للأسف الشديد الإخوة في تونس يبالغون ويغالون في الحديث عن مباراة الترجي والأهلي، وهناك في مصر من يحاول أن ينفخ في النار. ولكن عجبني جدا النهاردة لجنة ضبط الأداء الإعلامي وعمنا الكبير الأستاذ